لما بنتكلم على موضوع تورغة بدي نوضح نقطة بس، إن إحنا لما نتكلم على تورغة نتكلم على واقع عشناه شفناه ما يخبرنا عليه حد، ولا المتشدقين اللي يتكلموا توا في الإعلام باسم حقوق الإنسان، وين حقوق الإنسان وين إحنا كنا نتعدلوا من حوش لحوش من جامع لجامع من مدرسة لمدرسة، وين حقوق الإنسان ما جوناش؟ وين كانت القضايا تنزل علينا؟ وين كان الجرائد تقاضف علينا؟ وين هذاك الوقت؟ وين هم حقوق الإنسان؟ أول طلعت حقوق الإنسان في تورغة، وين تركت أعراضنا؟ وين نهبت أرزاقنا؟ وين اغتصبت بناتنا ونسائنا؟ وين أطفالنا عاشوا الرعب؟ وين كنا مشتاقين لحتى قطرة الماء أو فتاة الخبز؟ كانت تورغة تعيش في رغد من العيش من أرزاق مصراتها ومن خيرات مصراتها. نقول للإعلام بس نتحدى الإعلام وكل القنوات اللي فيه أنها تجي تاخذ رأي مصراتها ولو لمرة بس تسمع منا إحنا، مش تسمع من رأي واحد أو من جهة واحدة. ونقول لأهالي تورغة يكفيكم زور، يكفيكم بهتان، يكفيكم كذب، الحق واضح. ونقول لكل اللي بين رانا مجروحين، راهي مصراتة جرحها عميق ومازال جرحنا ينزف ومازلنا موجوعين، فما فيش كلام الآن على رجوع تورغة، يعني مازال الوقت حتى لو بتكلموا على الموضوع مازال موضوع الكلام على رجوع تورغة.